بنت الغفر خلينا نلحق اوله ونشوف لنا يوسف جميل زي اوله. الحلم لو مرضيش بينا عندنا يبقى السرير على اوضه تانيه ننقله. هو انت ليه بتحاسبني وبتعددي؟ ده الحلم لازم يجي يوم وهيبتدي. قالت لي اصحى فوق عليك يابا العوض، ده لا فيه غطا ولا فيه سرير ولا فيه اوض. السيناريو والله مع الشاعر السيناريست المسرحي الكبير جميل استاذي وابويا علي ابو سالم. انتظر تعليقاتكم وتنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في القناة وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. ما تكونش نقطة مطر إلا في عز الصيف، ولا مرة تصبح قمر إلا في سواد الليل. إزاي تحرر وطن وإنت بتنزف خوف؟ وازاي تخدر حجر من غير ما تصبح نيل؟ يا الف يا صغيرين عالتوها والقاها، يا عيال حصاد الزمن وعجوزه من القاها، ما تموتوش القلوب البيضه لتموتوا، وياكوا تطفوا النجوم بالارض والداها.